أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو أن 96% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو الجوع الكارثي، مشددا على أن الأمر لا يتعلق فقط بإحضار الطعام بل يتعلق بالصحة والماء. 96% من سكان غزة يعانون من حالة طوارئ أو انعدام أمن غذائي أو انعدام أمن غذائي كارثي. هذا ببساطة غير مقبول، يجب أن نحرز تقدما في هذا الشأن، والأمر ليس فقط بإحضار الطعام بل يتعلق بالصحة والماء والصرف الصحي. من غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر، مرحبا بك. أبدأ معك من المشاهد التي شاهدناها قبل قليل من القصف الإسرائيلي لمحيط مستشفى ناصر وسط خان يونس، كيف هي الأوضاع هناك؟ وأيضا أطلعنا على كل ما دار خلال اليوم الماضي. مرحبا بك مبروك. فعلا هذا القصف الإسرائيلي الذي استهدف يعني أحد المنازل في محيط تهاصر في مدينة خان يونس وأدى إلى سقوط على الأقل أحد الضحايا وعدد من المصابين والجرحى والذين تم نقلهم إلى هذا المستشفى، مستشفى ناصر في مدينة خان يونس. هذا أيضا يحصل في ظل استهدافات كانت تعرضت مدينة خان يونس خلال الساعات الماضية، خاصة في المناطق شرقية من المدينة التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي وأيضا مدفعات الجيش الإسرائيلي. أيضا في المدينة المجاورة وهي مدينة الجيش الإسرائيلي قام بعملية استهداف صاروخي وأيضا مدفع منازل المواطنين سواء في المنطقة الشرقية وحتى وسط مدينة، ذلك إلى وقوع ضحايا ومصابين في صفوف الفلسطينيين. ولكن الأسبوع المبروك هنا في مدينة غزة نحو 30 ضحية خلال الساعات أو أقل من 24 ساعة الماضية في أحياء مختلفة من مدينة غزة، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازلا وشقة سكنية في حي النصر ومنطقة وحي الشيخ رضوان وحي الدرج التفاح ومفرق السامر ومفرق الشعبية وأطراف حي الشجاعية، وأدى ذلك إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا وأيضا من الجرحى والمصابين، غالبيتهم تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني هنا في مدينة غزة. لكن حي الشجاعية والذي يتعرض المبروك لليوم الثامن التوالي لعملية عسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي والتي طالت المناطق في هذا الحي وأدت إلى سقوط أعداد من الضحايا والمصابين، ذلك يترافق مع عملية حصار لعدد من منازل المواطنين في شارع المنصورة أو شارع بغداد والنزاز وأيضا منطقة الشعب في هذا الحي. هناك أعداد كبيرة من المواطنين لا زالوا محاصرين هذا الحي ويناشدون يعني الكل من أجل يعني إخراجهم من هذا الحي نتيجة استمرار عمليات القصف سواء بالمدفعية الإسرائيلية والطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تطلق النار صوب أي مواطن يتحرك في هذا الحي. ولكن إذا ما انتقلنا إلى المنطقة الوسطى قطاع غزة وتحديدا مخيم النصيرات، هذا المخيم كان شهد أيضا خلال الساعات أو ساعات مساء الأمس عدة استهدافات كان أبرزها سقوط 3 ضحايا وعدد من المصابين بعيد استهداف طائرة حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة بوكاشا في المنطقة الغربية من مخيم النصيرات وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى العودة
في المخيم. نعم المفروض. طيب فيما يتعلق بالمساعدات أخيرا. نعم فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والتي يعني هي تأتي بشكل قليل وشحيح جدا سواء إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة أو المناطق الشمالية، حيث أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته في مدينة رفح والتي هي معبر رفح البري الحدود وأيضا معبر كريم أبو سالم، هذا المعبر التجاري والذي من المفترض أن تمر عبره الشاحنات المحملة المساعدات، ولكن الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على هذا المعبر قوم بالقطارة بإدخال الشاحنات للمناطق الجنوبية، وأيضا هنا في المناطق الشمالية من قطاع غزة بات المواطنون يعانون يعني بشكل كبير وإنسانيا صعب نتيجة قلة الطعام والشراب، خاصة أنهم يعني باتوا يعيشون المجاعة بعينها مع قلة وصول الشاحنات المحملة المساعدات. من غزة مراسل الحدث خضر الزعنون.